اول كنترول اي اس بي عايزين نلعب معاه بعد ما ظبطنا الدنيا دي. عايز اغير الاساين ده، هلعب على اول واحده على ده. المفروض ان احنا قلنا ده عباره عن حاجه هتطلع كل مره ايه؟ راندوم، مش احنا كنا متفقين على كده؟ حاجه راندوم هتطلع معلومتين على ايه؟ عن نوع من انواع الفاكهه وصوره للفاكهه الايه؟ دي، صح؟ في كنترول اي اس بي خلاص؟ طبعا الحته دي في الايه؟ في الماستر بيج، يعني هي حاجه اساسيه في الماستر بيج، صح؟ وهتتغير من ايه؟ من صفحه لصفحه دايناميك. ما احناش عملنا ايه؟ عملنا اي اس بي عشان تبقى دايناميك، صح؟ يعني عملنا اي اس بي عشان تبقى دايناميك، بس في نفس الوقت هتبقى بتتغير بس هتبقى ثابته مع كل الصفحات، الجانب ده ثابت. ففي كنترول من ضمن الكنترولز اللي احنا بنشتغل معاها، انا خاصة رحنا على الماستر بيج ومريح عند الايه؟ السايد بتاعي اهو، في هيدر وفي كلام وفي صوره، صح كده؟ ادي الايه؟ السايد بتاعنا ده. في كنترول من ضمن الكنترولز عندنا كنترول مشهور اسمه اد روتيتور، اسمه اد ايه؟ اد روتيتور. واد روتيتور ده اصلا هو كنترول جاهز للاعلانات. هو كنترول في الاساس جاهز لمين؟ للاعلانات. يعني لما يكون عندك موقع وفي عندك مجموعه من الملفات او مجموعه من الـ عايز تظهر شويه اعلانات عندك على الموقع، فدايما تلاقي الاعلان بتطلع بشكل راندوم، صح ولا لا؟ ودايما بيبقى الاعلانات فيها تايتل او كلام مكتوب، دايما الاعلانات بيبقى لها صوره، خلاص. دايما الاعلانات لما بتدوس عليها بتنقل لك الى صفحه ثانيه، خلاص. دايما هو ده وضع الاعلانات، ودايما بتلاقي فيه اعلانات من ضمن الاعلانات، بتلاقي فيه اعلانات بتزيد شويه، يعني بتطلع لك بشكل اكتر من اعلانات، هتفهم حاجه؟ في اعلانات بتاخد يبقى ليها اولويه شويه زياده عن الاعلانات الثانيه. ممكن تلاقي في اعلان لو عملت مثلا 10 ريفريش مثلا هم اعلانين اللي موجودين في السايت، ممكن تلاقي واحد طلع 7 مرات وواحد طلع كام؟ 3، خلاص كده؟ فمعناها ان دي بقى ايه؟ الكنترول ده بيظهر بالنسبه للكنترول ده بنسبه 7 إلى 3، خلاص؟ فتلاقي الكنترول اسمه اد روتيتور ده هو جاهز للعبه دي. بس انا هستغله بقى مش في اعلانات، انا هستغله في اعلانات بس اعلانات لمين؟ للمنتجات اللي عندي، بشجع للمنتجات، وممكن استغله هو ليه؟ الاعلانات خارجيه بنفس التفكير، الاعلانات خارجيه بنفس الايه؟ بنفس التفكير. هو الكنترول ده من الكنترولز المهمه جدا اللي اتعلمنا وهتدخلنا في لغه ثانيه. لغه اسمها اكس ام ال. ولغه الاكس ام ال لغه اساسيه في الويب وسهله جدا، سهله جدا، ولازم تكون فاهمها لان هي بيبني عليها شغل كتير جدا. بيبني عليها شغل كتير جدا، خلاص؟ على المهم مش هلخبط لك ولا حاجه، ده هظبط لك الدنيا. بس انا بفهمك بس الاول هو ايه؟ بيعمل ايه عموما؟ بيعمل ايه بشكل عام؟ خلاص؟ فاجي هنا في الحته دي وانزل، طبعا هتقول لي شيل دول، هقول لك اصبر بس هنشيلهم دلوقتي. وانزل حاجه اسمها اول كنترول هنستلم معاه اللي هو اد ايه؟ اد روتيتور، طبعا اي اس بي اد روتيتور. روتيتور يعني ايه؟ تدوير. روتيت. واد طبعا ايه؟ ادفرتيزمنت اللي هي الايه؟ الاعلانات. فلو جينا بصينا على الكنترول ده على الشاشه هتلاقيه عباره عن ايه؟ حته كده لسه ما اتظبطتش، خلاص. لو دخلت كده في الخصائص بتاعته من هنا كده هتلاقي حاجه اسمها تشوز داتا سورس، يعني وريني هشد بياناتي منين، او كليك مينو بروبرتيز هتخش في الخصائص بتاعته عادي جدا. هتلاقي هو اسمه اد روتيتور واحد، وهتلاقي حاجه اسمها ادفرتيزمنت فايل، يعني ايه؟ ملف الاعلانات. ملف الاعلانات ده عشان تعرف تجيبه لازم يكون دوت اكس ام ال. لو فتحنا كده هتلاقيه بيقول لك اعرض لي ملفات مين؟ الاكس ام ال. فانا قبل ما ابدا اشتغل على الكنترول ده الجميل ده هبدا اتكلم على الاكس ام ال فايل او الاكس ام ال لانجوج. لغه الاكس ام ال من اسهل والذ اللغات بتاعت الويب، وفي الفتره الاخيره من اقوى لغات الويب او من كل الحاجات اللي الويب قايمه عليها. لازم تكون عندك الكونسبت بتاع الاكس ام ال ده عباره عن ايه. الاكس ام ال ده عباره عن فايل، طبعا ممكن تيجي تضيفه من ويب سايت، اد نيو ايتم وادور على ايه؟ اكس ام ال فايل، وادور على حاجه اسمها اكس ام ال ايه؟ فايل. الاقي الاكس ام ال فايل بتاعي، قال لي اكس ام ال فايل دوت اكس ام ال، قلت له ممكن اغير اسمه، ممكن اغير ايه؟ بس بياخد الامتداد دوت اكس ام ال.
هي اكستنسبل مارك اب لانجويج. خلاص كده هقول لكم بتعمل ايه. محدش يسأل على الترجمه الحرفيه، مش مهم ايه اسمها اكس ام ال. طيب هاجي هنا اسمي هسمي الملف ده ادف، او اقول لك اسميه فلوتس روتيت او روتيتور. يعني ايه اللي بيقلب في الايه في الفاكهه. حاجات كده بقى بس من غير تفعيل. خلاص ده ملف دوت اكس ام ال، سميه اي حاجه بس دوت اكس ام ال. وتعالى نبص على الملف ده اما يضيف هيبقى عامل ازاي. اد ملف ابيض خالص، الملف ده بيبدا بعلامه العلامه بتاعت الاتش ام ال العاديه بس بعديها علامه استفهام. واحد يقول لي ايه ده؟ يعني عندنا كده القصير اللي هو اكبر منه اصغر من، يبقى فهمت على طول ده اتش تي ام ال صح؟ اكبر منه اصغر من بس معاهم علامات في المية يبقى اس بي. اكبر منه اصغر من بس معاهم علامه استفهام يبقى اكس ام ال. حد كده زعلان من حاجه؟ كويس قوي. قال لك وجنبيها قال لك اكس ام ال. اكس ام ال فيرجن كام؟ فيرجن واحد. الاكس ام ال قديم قديم جدا وفيرجن واحد وما زال فيرجن واحد ومش عارفين يطوروه اكتر من كده. اخرهم في التطوير فيرجن واحد. هقول لك ليه. خلاص طبعا وعمل انكودنج يو تي اف 8 واحنا عرفنا اليو تي اف 8 دي بتعمل ايه. خلاص ايه دي؟ يعني اي حاجه فيها هقول لك هو عباره عن ايه. شفت تاجات الاتش تي ام ال عارفها؟ بنفتح بتاج اتش ام ال وبنقفل في الاخر بسلاش اتش ام ال، بنفتح هيد وبنقفل هيد وبنفتح بادي وبنقفل بادي. طب ليه الكلام ده؟ الاكس ام ال قال لك انا بشتغل بنفس الاسلوب، افتح تاج واقفل التاج عادي جدا. قلت له حلو عرفنا دي قاعده. قال لي وماشي بنفس القاعده على اتش ام ال، ان اللي فتح في الاول بنقفل في الاخر صح كده؟ وما ينفعش اقاطع التاجات، يعني ما ينفعش افتح مثلا هيد اتش واحد وبعد كده افتح مثلا ايمج وبعد كده اقفل اتش واحد وبعد كده اقفل ايمج، ما ينفعش تقاطعه. نفس الاسلوب بتاع اتش ميل هي نفس القاعده اللي هنا. قلت له حلو قوي. قال لك انا حساس لحاله الحروف. قلت له وحش قوي. يعني ايه؟ يعني الكابتن اسمه الاتش ميل ما بتهمهاش الموضوع ده، لكن الاكس ميل بيهمه الموضوع ده. خلاص كده؟ ماشي هبقى اخد بالي. هو اوتوماتيك لما بتفتح حاجه بيقفلها لك فيقفلها لك بنفس الفتحه، فما تقلقش يعني مش هيلخبطك ولا حاجه. طيب التاج بقى اسمه ايه البدايه؟ في حاجه اسمها تاج اسمه روت اللي هو زي اتش ام ال وسلاش اتش ام ال والباقي كله في النص صح؟ في الاكس ام ال نفس القصه. قال لك لازم يكون في تاج اسمه روت اللي هو اول حاجه بيفتح اول حاجه ويقفل اخر حاجه خالص، حط زي ما انت عايز في النص. اسمه ايه؟ قال لك زي ما انت عايز. ادي اول مشكله تقابلنا كله تمنع. يعني ايه زي ما انا عايز؟ افتح بالتاج على مزاجك واقفل بالتاج على مزاجك. يعني مثلا ممكن اعمل ايه؟ افتح بتاج اسمه مثلا، بص عايز اعمل داتابيز اشيل فيها بيانات الطلبه اللي عندي مثلا، فما عامل كده ستودنت او ستودنتس اقفلي بسلاش ستودنتس. شغال شغال ماشي. بعد كده عايز اقسمهم معامل او سكاشن سيكشنز، فممكن اعمل سيكشن، ممكن ادي سيكشن اي دي عادي بمزاجي، اي دي اقول له مثلا اي دي واحد اقفل بسلاش سيكشن ماشي. واجي في السيكشن كل سيكشن احط فيه مجموعه من الطلبه، حط عادي. وجاي هنا اعمل مثلا ايه ستيودنت، ولو عايز تدي له اي دي تدي له اي دي وماله، مثلا اقول له الاي دي بتاعه 3 وحايل وادي سلاش ستيودنت. طب عايز احط جوه ستيودنت نيم وسلاش نيم وادرس واللي انت عايزه شغال، او قايل له نيم بس ما تبقاش بالقاعده اللي احنا اتفقنا عليها. قول له النيم مثلا احمد علي، الفون مثلا اي حاجه، واحط بقى مش هكمل انا عشان ما اضيعش وقتي. خلاص عايز افتح السيرنت تاني عادي برضو اعمل تاك تاني عادي جدا واقوم مسميه ايه؟ ثلاث اتنينات، وده مثلا كريم سيد علي ورقم تليفونه اي حاجه، وافتح السيرنت تاني
خلصت السكشن ده عايز اعمل سكشن 2 شغال مش اي مشكله خالص. قام جاي هنا وعامل ايه سكشن وادي له اي دي وليكن 2 واقف. بس لازم يكون سكشن دي بقى زي سكشن دي خلاص كده. طالما انت عايز تتعاملوا نفس المعامله في الاخر وافتح السيودنت طالب وادي له اي دي واسمي الاي دي 3 مثلا واقفل واحط له نيم واحط له فون ماشي. ده مثال طبعا. ها قبل ما ابدا في المثال بتاعنا بحاول اوضح لك يعني ايه اكس ام ال. اسمك ايه؟ والى اخره. طبعا حلو وسهل بس من كتر سهولته هيخليك خايف تمد ايدك. سؤال جي يعني لو عدنا اي حاجه قررنا اي حاجه وماله هو هو اتفق. احنا بس عملناها شبه الداتابيز بس هي مش ملوش دعوه. ملفه كتبت له انه سيكشن رقم 1 وكده كتبت له سيكشن رقم 1 وماله. ده ملف ملوش دعوه بالكتف اللي هو اللي انت عايزه بس المهم تبقى ماشي تبع القواعد الاساسيه ان في تاج في خواص في تاجات داخليه تاجات داخليه بتقفل قبل التاجات مش عارف الخارجيه التاج اللي يفتح الاول يتقفل في الاخر الكلام اللي هو القواعد الاساسيه بتاعت الاكس ال اتش تي ام ال دي. بس هو لا يعرف ملوش دعوه بالبيانات ولا بتتكرر ما بتتكررش ولا بتعمل ايه. لكن البرنامج بقى اللي هيتعامل مع الاكس مع الاتش تي ام ال فايل او الاكس ام ال فايل ده هو اللي ممكن يضرب على حسب البرنامج ما اعرفش ايه هو. خد بالك الاكس ام ال دلوقتي حتى الديسك توب ابلكيشن بيشتغل عليها مش بس الويب. طبعا الاكس ام ال منفصل عن الاس بي على فكره. اكس ام ال موجود في البي اتش بي في الجي اس بي في كله خلاص وسهل وفي الداتابيز موجود. يعني اي داتابيز دلوقتي من الداتابيز المشهوره لو عملت لو عندك جداول قلت له خرجها لي اكس ام ال هيخرجها لك اكس ام ال كلها عادي جدا. خد بالك الاكس ام ال دي عشان هي لغه سهله قوي فبيعملوا بيها كل حاجه. بدات المبرمجين بعد ما شافوا لغه الاكس ام ال بالشكل ده طبعا لو انت حبيت تعمل رن للملف ده هو هيرن مش هيقول لك لا. يعني لو جينا عملنا رن الاكس ام ال ده فين هو؟ اهو كليك يمين وقلنا له فيو براوزر هيرن بس هيرن لك بالمنظر ده. في لغات تانيه طبعا بتهتم بتنسيق ملف الاكس ام ال ده زي الاكس اس ال وحاجات زي كده خلاص. بس هي مش مهم دلوقتي اخش في اللغات التانيه اللي بتنسق العربي. لكن ده طبعا ملف اكس ام ال عادي ممكن تقدر تقراه اي كل براوزر بيعرضه بشكل مختلف شويه. لكن هو الملف ده احنا مش عايزين نستخدمه للعرض. الملف ده احنا مش عايزين نستخدمه دلوقتي حاليا للعرض خالص لكن ده ملف اكس ام ال خلاص. بدات المبرمجين اول ما يشوف ان هو بيقول لك اعمل تاج اي حاجه بداوا ايه؟ مش عارفين يعملوا ايه. بدات الشركات تعمل خطوات واضحه جدا بقت تفهم الناس هم يعملوا ايه بملفات الاكس ام ال. فمثلا جت مثلا ايه الفيجوال ستوديو. جه الفيجوال ستوديو قال لك انا اعمل بقى اعمل كنترول بيشغل ملف الاكس ام ال. قلنا له ماشي حلو. قال لك بس بشرط. قلت له ايه؟ قال لي ابدا التاج بتاعك التاج اسمه كذا واقفل بسلاش كذا ولو انت عايز تعمل الصوره حط تاج اسمه كذا واقفل بسلاش كذا ولو انت عايز تحط كلام اعمل تاج اسمه كذا وحط تاج اسمه كذا. بدا يحط خصائص للاكس ام ال بتاعته هو عشان هو يعمل ايه بقى؟ يعدي على الملف اول ما يلاقي كذا يفهم يقوم واخد دي وعامل كذا اول ما يلاقي كذا يقوم واخد دي وعامل كذا اول ما يلاقي دي وهكذا الى اخره. واحنا في الاس بي ممكن نعمل برضه ملفات تمشي على موقعنا احنا مش على موقع اي حد تاني. يعني اقول لو رفعت لي الملف اسمه كذا هاخده احطه لك جوه داتابيز اما لو غيرت الملف اسم الحقل بتاعي مش هعرف احطه لك مثلا. فممكن برضه انا اعمل البرنامج بتاعي او الويب سايت بتاعي ياخد تنسيق معين من الاكس ام ال ويشتغل عليه ممكن اعمل كده. فالمهم قدرنا نوصل لمعلومه اللي انا عايز اوصلها لكم ان الاكس ام ال فايل ده دي اللغه اللي انا قلت ده هو اللغه بيور كده اللغه. لكن عشان نقدر نستخدم الحاجات دي عشان نستخدم الحاجات دي فبدات اللغات والكنترولز والبرامج والكلام ده كله تقول لك حدد ايه حاجات معينه عشان اعرف اشتغل عليها حتى حاجات معينه عشان اقدر اشتغل ايه عليها. حتى لو احنا البرنامج بتاعنا او الموقع بتاعنا
هيشتغل مع ملفات اكس ام ال، اقول له ظبط الملفات بالاسم الفلانيه عشان اقدر اشتغل ايه عليها. وصلت الفكره؟ حد عايز يسال؟ طيب فهمناها كلها تمام. ده فهمنا المفهوم البسيط ده. جه قال لك بقى الكنترول اللي اسمه اد روتيتور ده قايم على نفس الفكره. قال لك اديني ملف ابدا بالتاج الفلاني، وانا بالتاج الفلاني الكلام اللي انت عايز تعرضه اعرضه في التاج الفلاني، الصوره اللي عايز تعرضها اعرضها في المكان الفلاني، اللينك اللي عايزني افتحها لك حطها في المكان الفلاني، مش عارف عدد المرات الظهور حطها في المكان الفلاني، مش عارف ازاي. وبدا يرص لي الايه؟ اتجاهات طبقا لايه؟ لدماغه هو. فانا هرص اتجاهات طبقا لدماغه ايه؟ هو. لو انا اديته ملف طبقا لدماغه هو هيبدا يعرضها لي بالمنظر اللي على بالي. هيعرضها لي بالمنظر على ايه؟ اللي على بالي. فانا اقول له ماشي. الاكس ام ال اللي احنا عملناه ده من شويه ده كان اكزامبل احنا كنا بنجرب فيه صح؟ ممكن اخده على جنب كده اقول له احنا مش عايزينك خالص، او احط لكم في ملف تاني لو انتم محتاجينه يعني. اجي من الويب سايت اد نيو ايتم اكس ام ال فايل، قلت له خليه ده ايه؟ اكس ام ال فايل اكزامبل. اد اكس ام ال فايل اكزامبل وحطيت فيه الكود خلاص؟ يعني الكود اللي احنا كنا عملناه في التمرين ده كنا سيبته لكم اهو جوه مين؟ جوه اكس ام ال فايل اكزامبل، وقلت له خلاص احنا مش محتاجينه كنا بنجرب بس. تعالى بقى للفروتس روتيتور. للفروتس ايه؟ للفروتس روتيتور. فروتس روتيتور عشان تشتغل مع الاد روتيتور كنترول لازم ابدا التاج ابدا اول تاج الرئيسي بتاعنا بحاجه اسمها ادفير ادفيرتايزمنت خلاص، او ادفيرتايزمنت خلاص، واقفل بنفس الايه؟ الفايل بنفس الاسم الايه؟ بنفس الاسم خلاص كده. يعني ايه ادفيرتايزمنتس؟ يعني ايه اعلانات خلاص كده. حلو، مش دي القاعده بتاعته. قال لي كل اعلان باد وبيتقفل بسلاش اد، كل اعلان يبدا باد وسلاش ايه؟ احنا طبعا مش هنعمله اعلان، هنعمله ايه؟ كل حاجه من عند اللي عندي اعملها باد وسلاش اد. فقلت له ادي اد وادي كمان اد، كفايه دول دلوقتي للتجربه. بعد ما نجربهم اعمل ايه؟ بعد ما اجربهم ابدا اظبط حاجه ليها معنى. حلو، قال لي كل اد من دول، كل اد من دول ده هيتعرض لوحده منفصل. قال لي الكلام اللي انت عايز تظهره اول حاجه، الكلام اللي انت عايز تظهره والصوره انت عايز تظهرها والكلام ده بيتحط في ايه؟ في قيم. هنا اول حاجه في عندنا حاجه اسمها ايمج، تاج اسمه ايمج يو ار ال، حاجة اسمها ايمج ايه؟ يو ار ال. واديني عنوان الصورة اللي انت عايز تعلنها، واديني عنوان الصورة اللي انت عايز ايه؟ تعرضها. فقلت له الاعلان الصورة انا عايز اعرضها في الايمج يو ار ال، ادي له اي صورة مثلا، اقول له خش على اي ام جي اس وجواها هتلاقي صورة اسمها مثلا ابل 2.jpg من غير مسافات كده، ما تحطش مسافات. ها ولا احط مسافات في الاول ولا في الاخر؟ ما تحطش مسافات. حلو، بعد الايمج يو ار ال بتاعتك في نص بيطلع بدل ما يعني لو الصوره ما طلعتش ما اتحملتش مظبوطه مش عارف ايه الصوره الكلام ده بيطلع، او في نفس الوقت لو انا وقفت على الصوره بيطلع كهنت كده على جنب. قال لي ايه بقى الهنت اللي انت عايز تطلعه؟ قلت له حاجه اسمها الترنيت، الترنيت يعني بديل، الترنيت تكست. الترنيت تكست يعني الاسم الايه؟ الايه الكلام البديل. قلت له مثلا اي حاجه طبعا ترغي اللي انت عايز ترغيه، خلاص يعني النص البديل لو كانت الصوره ما ايه؟ ما طلعتش، لو كانت الصوره ما ايه؟ محدش بيرد عليا، ما طلعتش خلاص كده. وبعد كده في حاجه خاصيه تانية اسمها نافيجيت يو ار ال، حاجه اسمها ايه؟ نافيجيت يو ار ال، يعني لما هيدوس على 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 الصوره المفروض طبعا الاعلانات دايما لما بتدوس على الصوره بتلاقيك في مكان تاني صح؟ في حاجه اسمها نافيجيت يو ار ال، طبعا كابتر كابتر سمول سمول، بس انا مش عايز يتنقل على حاجه، انا مش عايز يبقى فيه لينك، مش عايز يبقى فيه ايه؟
لكن ما تكتبش عنوان، لكن لو انت عايز مثلا لما يدوس عليها يقول مثلا http://www.google.com كده بقى معناها ايه؟ لو داس على الصوره بتاعت ابل دي هتوديه فين؟ العنوان ده. طبعا انا مش عايز كده، هشيل الايه؟ اليو ار ال زي الاكزامبل بتاعنا. بعد كده اخر حاجه، حاجه اسمها امبريشن. ايه الامبريشن ده؟ او امبريشنز بليس، حد يعرف ايه امبريشن؟ امبريشنز يعني ايه؟ شفنا لما احنا قلنا، فاكرين لما احنا قلنا مثلا ان في اعلانين عندي، فانا عايز اقول ده بيتعرض بنسبه 7 الى 3 او بنسبه 5 الى 20 او بنسبه، لا نسب عرض، نسبه كده زي ايه، اولويه عرض او نسبه عرض، خلي الاعلان ده يتعرض اكتر من ده بشويه او ده اكتر من ده بشويتين كده يعني. نعم ماشي، ما هو الضغط يعني يقصد بيها نسبه ظهورها اعلى شويه، ممكن من نسبه ظهورها مثلا 10 وتاني نقول نسبه ظهورها 5، يبقى من 10 الى 5 تقريبا بتظهر دي قد دي مرتين. فهمت حاجه؟ لو 10 الى 5 معناها يعني الى 1 الى 2، يعني دي بتظهر، لو تظهر دي مرتين يبقى دي بتظهر ايه؟ فخلاص بدرجه ايه؟ بتظهر اكتر من الثانيه بدرجه معينه، اكتب اي ارقام يعني، بس هو هيقيسها بنسب. خلاص كده؟ هاخد دي كده كوبي واحط الاعلان الثاني بنفس الطريقه، بس اخليها صوره ايه؟ مثلا اورنج مثلا 2. وخلي ده 5، معنى كده ان ايه؟ لو دخل على الموقع مثلا 5 مرات يبقى المفترض ان مثلا تظهر 3 و2، 3 و1، او 2 و3 كده يعني. بس المهم المفترض ان الابل تظهر اكتر من الايه؟ اكتر من الاورنج مثلا. حلو قوي. مش هنطول اكتر من كده دلوقتي في اللي بقيه الاعلانات، المفروض نرص الاعلانات بتاعتنا زي ما احنا عايزين. بس قبل كده مش هما بيظهروا بشكل عشوائي يعني، بتطلع مره يطلع مره على حسب الظروف في مكان واحد. كل مره تخش على الموقع تلاقي واحده منهم، احد من الاعلانات طلع واحد اعلان، كل ما تعمل ريفريش ممكن تحس تخش على اعلان مختلف. فنسبه 10 الى 5 يعني نسبه ظهوره في المرات العشوائيه دي، ده اعلى من ده. خلاص كده؟ طيب ماشي. بعد ما عملنا كده، ومش عايز سايب اقول ليه؟ مش بيسايب ليه؟ ماشي، بعد ما عملنا كده ادي الملف بتاع الايه؟ الفروتس روتيتور ده. لازم اقول للكنترول اللي اسمه اد روتيتور، فاكرينه؟ اقول له انت عايزك تعرض لي ملف الاكس ام ال ده، لان ممكن يكون عندي اكتر من ملف، ممكن الصفحه الرئيسيه يبقى فيها اعلانات، الصفحه الداخليه ليها اعلانات ثانيه، صح ولا لا؟ فلازم احدد للكنترول انه ملف الاكس ام ال هيشتغل عليه. فاروح كده على الماستر بيج بتاعتي، ادي الايه؟ ادي الاد روتيتور اهو، صح؟ خش على في الادفيرتيزمنت فايل، في الفايل بتاع الاعلانات، افتح، هيقول لي في الملف اكس ام ال فايل اكزامبل ولا فروتس روتيتور ولا انه ملف؟ قلت له فروتس روتيتور، وقلت له اوكي. خلاص كده؟ سيف، وتعالى نفتح الايه؟ الصفحه بتاعتنا، اقفل ده وارجع هنا اعمل ايه؟ اعمل ريفريش. ادي الايه؟ الصوره طلعت، تعالى نعمل ريفريش. انا عارف ان الديزاين ضرب، هنظبطه دلوقتي. ريفريش، مش عايز يعبرني. ريفريش. ريفريش يا عم. لكن ما فيش صوره بالاسم، اهي جايب البرتقال. انت وظروفك بقى. خلاص، بس الصوره لما كبرت زقت الدنيا ببعضيها، صح؟ فانا عايز اثبت حجم الايه؟ حجم الصوره. يعني هنا في صوره، بس انا عايز اثبت ايه؟ طولها وعرضها. بخش على الخصائص بتاعته. طبعا حاجه تانية، هيشد بس الخصائص بتاعه الادروتيتور كده عشان افرجكم عليها شويه.
سيبك من الباك كالر والكلام ده كله. ادي الايه شفنا الخاصيه دي صح. طبعا الالترناتيف تكست فيلد يعني بيقول لك لما احب اعرض الالترناتيف تكست فيلد اعرضه منين؟ قلت له ايه؟ من الالترنيت تكست. عشان كده كنا ملف الاكس ام ال كاتبين فيه الالترنيت تكست. لو انا جيت هنا قلت له مثلا هتلاقي خاصيه اسمها تكست وسمول كده، يبقى هو هيروح يدور، يبقى هو هيعمل ايه؟ هيروح يدور في ملف الاكس ام ال على الخاصيه اسمها ايه؟ تكست. لو ما لقاش مش هيعرف يعرض. طبعا لو في المنظر ده احنا واقفين كده بيعرض ايه؟ في الترنيت تكست بس هو مش ظاهر يعني. لكن لو عملنا ريفريش المفترض ان هو مش هيلاقي الايه؟ الالترنيت تكست، مش هيلاقي الالترنيت تكست. يعني بلاش انا اوضحها لك اكتر. رجعها الالترنيت تكست. في ايمج يو ار ال صح؟ فمعنى كده ان هو بيدور في الاتش في الاكس ام ال على حاجه اسمها ايمج يو ار ال. لو انا سميتها ايمج يو ار الز مش هيلاقي. لو جيت عملت ريفريش هنا مش هيلاقي الصوره. مش هيلاقي الايه؟ مش هلاقي الصوره لانه دور على ملف الاكس ام ال ما لقاش حاجه اسمها ايمج يو ار الز دي ما لقاهاش. بقت ايمج يو ار ال والى اخره. فعرفنا يعني ايه ملف الاكس ام ال يبقى ثابت على اسماء. ان الخصائص هنا بتظبط دور على اسماء معينه. لازم الاسماء المعينه تكون موجوده ايه؟ موجوده عندك. طيب. طبعا في هنا نافيجيت يو ار ال. طبعا عنوان يو ار ال تارجت يعني يفتح في صفحه جديده. ممكن تغير العنوان الاندرسكور توب دي. وفي عندي الويتس وعندي الايه؟ الهايت. فانا عايز اثبت له عرضه ايه؟ عرضه طول عشان ما يتعبنيش. فممكن اقول له العرض مثلا اشوف العرض بتاع الصوره كانت تحتيه كانت كام كانت مظبوطه صح؟ متاكد؟ ان هي كانت 150 150؟ 160 ماشي نقول 150 150 يعني نقول الويدث 150 بكسل والهايت 150 بكسل واجي اعمل ريفريش لا 150 كتير اقل 70 70 تقريبا السايب بتاعك كان صغير يبقى اكيد كان اكبر من كده شويه فخلاص بقى نقعد بقى عايزين نتاكد نروح على ملف الستايل شيت وننجز الستايل شيت بتاعنا اهو بدور على الايمج اللي جوه الاسايد صح عايز ادور على الاسايد الاسايد ايمج كان الويتس بتاعها كام مش محددين هنا كنا محددين بشكل عام بقى في ال HTML ممكن يكون كنا محددين في ال HTML في الارتكل الاخير ولا كان فين الاسايد اه احنا ما خدناش الاسايد ايه ده فايند كده على الاسايد امال ازاي اتعرض ما خدناش ازاي اه هو مش بيتغير ده هو في الماستر بيج الماستر بيج واعمل فايند على ايه؟ سايد اهو كان 100 100 كان 100 ايه؟ 100 100 معلش ارجع تاني الماستر بيج واخلي بقى الايه؟ الاد روتيتور بتاعي صح؟ اخليه ايه؟ 100 100 ونجرب العرض اعمل ريفريش تمام كده بقى 100 100 100 100 فعلا خلاص طيب محتاجين نعمل بريك مثلا ننزل سطر او حاجه ممكن تعمل بريك قبليها يعني قبل الادرو تيتور دوت ممكن بعديها تقوم عامل ايه بي ار عشان ينزل لك ايه عشان ينزل لك سطر معايا الناس ولا ايه تلزق هنا على جنب انت رزيل انت وهو حطوا في بعض انت خلاص ارجع اعمل ريفريش كده تمام كده ما بقيناش محتاجين الصوره الثابته لان هو كده بقى خلاص بقى الصوره بتتغير ايه على حسب الاعلان بتاعنا صح كلام جميل
اشيل الصوره اللي كانت ثابته خلاص. المهم بعد كده اللي عايزين نعمله طبعا عملنا اللي هو ريفريش. انا عايز اكد عليه ان احنا لو دوسنا على الصوره دي احنا كنا ظابطينها على جوجل صح، لكن في الملف الاكس ام ال بتاعنا اهو فين هو اهو ظابطين واحد على جوجل، اظبط واحد على اي حاجه على اي حاجه ثانيه مثلا وليكن ايه ياهو مثلا. وتعالى نعمل ريفريش، ادي صوره التفاح، هدوس هيفتح لي موقع ايه جوجل صح، اعمل ريفريش قال لي ايه البرتقال، ادوس على البرتقال ما هو دايما ياهو كده فتح لي موقع ايه موقع ايه خلاص كده. طيب فكده اللينك بتاعتنا بقت شغاله دايناميك خلاص. انا هقوم عامل ايه، طبعا للاسف الملف الاد روتيتور مش بيعرض غير ايه صور، عايزين دي اعلانات، احنا برضو عايزين الكلام ده يطلع راندم، هنعملها هنعملها بس مش دلوقتي، احنا خدنا بس دلوقتي الايه الاد روتيتور بحيث نطلع لي الصور بشكل ايه بشكل عشوائي، بس انا مش عايز العنوان بتاع اليو ار ال ده خالص صح، وعايزهم كلهم يظهروا بنسبه متقاربه ولا ايه؟ خلاص. واحط ايه واشيل برضو العنوان ده حط تقريبا هيطلع بنسب متساويه بشكل عشوائي، بس احط شويه اعلانات ايه وغير ايه الصور اللي عندي. بحط مثلا شويه صور وخلاص. بعدين نعم على حسب بقى البراوزر بتاعك هيعمل ايه. المهم حطينا شويه ايه صور مختلفه، لو جينا عملنا ريفريش افترض كنا بنعمل ريفريش بيغير لي الايه الصوره بتاعتي، وعلى حسب طبعا ايه الراندم بتاعه بيطلع لك الصور كلها تقريبا بنفس الايه بنفس المستوى بتاعهم على حسب يعني الايه الظروف الايه الراندم يعني. لو حبيت ادخل فلاش في ايه؟ لو حبيت ادخل فلاش في ماشي عادي بنفس الطريقه زميلنا بيقول اه عادي نفس الطريقه بالظبط، ادي له بس عنوان الفلاش فايل وهو يشغله.